qui est le tourisme de l'arrière-pays. Bon, le pays aujourd'hui on fasse حقيقة الحمد لله يعني كان نقاش مستفيد واني كانت أسئلة وكان نقاش مفتوح اللي حاولنا أمكننا نحطو يعني المشاركين في مدى يعني الانجاز ديال المشروع او فين وصل الانجاز ديال المشروع ديال بي دي يو ديال اكادير. اليوم الحمد لله هناك مشاريع اللي اكتملت تقريبا بصفه تامه، منها مرابيد، منها مقاطع ديال الطرقات، منها تهيئات ديال بعض المنشات السياحيه، وهناك ايضا مشاريع في طور انجاز. هناك يعني نسبه متفاوته ديال الانجاز اللي تطرح كما قلت ما بين 90 وبين 5%، ولكن الحمد لله كنظن انه المجهود اللي كيقوم به المجلس الجماعي وايضا جميع الشركاء وايضا السلطه المحليه وعلى راسهم السيد الوالي، انه تتبع شبه اليومي يعني على مدى يعني تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الزمني اللي تعطاهم واللي عطاه الانطلاقه ديال صاحب الجلاله. اكيد ان المشروع ديال التهيئه الحضري اكادير هو كاين في واحد الحيز الزمني ل 2020 2024، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه في نهايه سنه 2024 يعني يتم انجاز المشاريع بصفه يعني تامه اللي كتعلق بالتهيئة الحضرية ديال مدينة أكادير. بالنسبة للإشكالية ديال السير والجولة داخل مدينة أكادير، فأكيد أنه ومن هذا المنبر يعني كنتقدموا يعني بالاعتذار ربما الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، بالأخص الازدحام في بعض المقاطع الطرقية والازدحام في بعض الطرقات. أكيد أنه هذا ناتج بالدرجة الأولى بسبب الأشغال وبسبب يعني تحويل واحد العدد ديال المقاطع الطرقية. إن شاء الله الرحمن الرحيم أظن بأنه الاضافه او المجيء ديال واحد النوع ديال التنقل داخل مدينه اكادير اللي هو الحافلات ذات الجوده العاليه، اكيد انها غادي تساهم بطريقه مباشره في حالات اشكال التنقل العمومي كنقول عليه التنقل داخل المجال الحضاري، واللي يمكن لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم في ضوء الاستراتيجيات اللي غادي نقوم بها داخل يعني هذه اللجنه ديال السير والجوله وداخل ايضا المجلس الجماعي، انه يكونوا حلول شموليه اللي يمكن لها كما قلت تجاوب مع الاكراه ديال التنقل، وايضا يعني تكون واحد الراحه في التنقل داخل المدينه ديال اكادير. وما ننساوش بانه كاين واحد الدراسه اليوم اللي سائره المفعول اللي هي ديال كديرها ترونزيتك ديال الحركيه داخل المدينه، وان شاء الله بمجرد يعني من توصلوا بهذا النهايه ديال الدراسه هذه يعني سيتم تفعيلها كما قلنا لتجويد. الهدف الاساسي الاول هو تجويد التنقل والحركيه داخل المدن، ثم الهدف الثاني ايضا هو اعطاء وسائل يعني منتوج ديال النقل العمومي اللي يكون في المستوى ديال الساكنه وديال الزوار ديال مدينه اكادير. هذا الجمع العام هذا التاسيسي كان فرصه لنا باش نديروا واحد الدائره مستديره، واحد لا طابل روند على البرنامج ديال التنميه الحضريه ديال اكادير والافق ديالها في المستقبل، اللي عرفت الحضور ديال السيد نائب رئيس المجلس البلدي ديال اكادير السيد عبد الله بولغماير، وحتى دونك السي يزيد ايتي عزا من المركز الجهوي للاستثمار، وحتى السي اسماعيل العمري اللي هو واحد المهندس واللي هو ولد المدينه ولد اكادير. فمهم ناقشنا، كان نقاش زعما جد شيق من طرف مواطنين ديال المدينه ومن طرف اوسي الناس ذوي الاختصاص اللي يمكنونا من اننا نعرفوا اكثر فين وصل مشروع ديال التهيئه الحضريه. حنا كمواطنين كنشوفوا غير بان كل شيء الاشغال كاينين باختو، ولكن ما عارفين شنو هما الافق ديالها وشنو هي لا فيزيون او كيفاش كيشوف المجلس وكيفاش كتشوف المدينه ان المدينه تقدر تطور من بعد. وكنشكروا جميع الاعضاء اللي عطاونا الكثير من المعلومات اللي كانوا يعني تري بوانتو باش تمكننا من اننا جوستومون نعرفوا ونطرحوا الاسئله اللي كانت كدور لنا في راسنا، ونتمنوا ان هذه كانت فقط الدائره المستديره الاولى، وغادي نزيدوا باش نواكبوا لي زوبجيكتيف ديال تيزي اللي هي الرياده واوسي تقريب الشباب من العمل السياسي. اذا الفرع ديال اكادير كل هدف ديالو هو تقريب الشباب من العمل السياسي على الصعيد الجهوي على الصعيد الاقليمي. بطبيعه الحال غادي نستضيفوا ممثلين اخرين ان شاء الله في دوطخ سوجي ان شاء الله بحول الله. وسي كاين سيغ مويان وتكلير
On a besoin de l'autre 3 millions de gagnants, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de faire. Il ne répondra pas à la contrainte de la mobilité. Peut-être dans le volet écologique, oui, on a généré à 100%, voilà qu'il en matière de besoin de transport public, ce n'est pas un mal à machine.